السلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذا الموعد المتجدد من قالة الصحف، حيث سنحاول إبراز أهم ما تداولته الصحف المغاربية لهذا الأربعاء. وإليكم أهم العناوين، حيث أن الحوار الجزائرية كتبت عناوين متنوعة بدأت بقرار المحكمة الأخيرة الصادر في حق نجلي جنرال الدرك المتقاعد ببوسطيلة، والذي يقضي بهدم مينائه الجاف المحاذي لثكنة عسكرية بولاية بجية، حيث كان قد أثار القضية البرلماني عن الأففاس الشافع بوعيش. وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي يشيد بمشروع هواري بومدين بعد توقيفه قبل أكثر من 30 سنة، ألا وهو مشروع الوحدة الإفريقية، ويقول حول السندات التي بيعت للجزائريين: أموالكم ستنفق في إنجاز مشاريع تنموية. جولة جديدة من معركة كسر العظام بين الغريمين هو العنوان الرئيسي لجريدة الحوار حول الحرب الباردة بين الأرندي والأفلان، أو بالأحرى بين عمار سعيداني وأحمد ويحيى، وعنوان عريض: من سيفسد عرس الآخر. مدير الصحة في حوار له مع الجريدة يكشف أن التقشف جمد 16 مشروعا، لكن لم نفهم قوله بأن التغطية الصحية تسير من الحسن إلى الأحسن. نحن نتساءل ماذا يفعل بوتفليقة في سويسرا أو في فرنسا. سلال في موسكو اليوم والقيد صالح يستقبل وزير الطاقة الإماراتي، وعنوان: تحالف روسي جزائري لكبح التعنت السعودي. إلى جريدة الحياة التي أبرزت وقوف رشيد نكاس في وجه شكيب خليل الذي يتخذ الزوايا هذه الأيام كغسالات عملاقة لأطنان الأوساخ التي تراكمت في ملفات الفساد، وتقول أن شكيب أخرج من الباب الخلفي لزاوية عين مران بشلف بعد أن حصره رشيد نكاس، الذي ناشد العدالة الجزائرية بالقيام بعملها اتجاه وزير الطاقة السابق. الخبر: تبرز الجزائريان اللذان غطى على تقهقر وتدني الدبلوماسية الجزائرية هما اللاعب الرياض محرز والطالبة بوعطية، وتقول أنهما ينقذان سمعة الجزائر في الخارج، وعنوان عريض: جزائريان بألف سفير. أما اقتصاديا فكتبت الخبر تقول أن الجزائر بحاجة إلى بيع البرميل ب 87 دولار، وإلا فهي في مواجهة عجز مالي بقيمة 15%. لسوار دالجيري الناطقة بالفرنسية عادت إلى نية سوناطراك في مضاعفة إنتاجها، وتحولت إلى موقف الجزائر الأخير المعادي لسياسات دول الخليج بتموقعها مع التيار الروسي السوري الإيراني، وتكتب بخط عريض الوضعية الخاصة الجزائرية. كما لم تهمل لسوار دالجيري اعتصام متعاملي الصحة الذين خرجوا بالمئات أمس أمام وزارة الصحة احتجاجا على ظروف العمل. الوطن هي الأخرى كرمت رياض محرز على طريقتها، وتقول أنه يسود الرابطة الإنجليزية، كما فتحت الملف المثير للجدل المتمثل في تأشيرة شنغن والتي تمنحها بلدان الاتحاد الأوروبي، والتي تفرض على الجزائريين فقط زيارة البلد المانح قبل التوجه إلى أي بلد آخر. كما تحدثت في الاقتصاد وتقول حول القرض الإجباري أن بنك الجزائر الخارجي تحصل على 20 مليار دينار، أو جمع 20 مليار دينار، وفي نفس السياق وفي عنوان آخر تقول أن صندوق النقد الدولي يحذر ويقول أن الجزائر لم يبقى لها سوى 92 مليار دولار في 2017. أما ليربيرتي فتساءلت وتقول: كيف هرب بارون مخدرات من سجن الحراش بعد سجنه بعشرين يوم فقط؟ ودائما مع ليبرتي عادت إلى الأساتذة المتعاقدين ومحاولة شراء الحكومة لذممهم بقولهم أنهم مشاركتهم في المسابقة ستكون شكلية فقط وأنهم ناجحون. ولمناقشة أبرز وأهم هذه العناوين ينضم إلينا من الجزائر نبيل فرق النيس، هو المكلف بالإعلام لدى نقابة السناباب. أستاذ نبيل، نبدأ من حيث انتهينا، هذه
عملية شراء الذمم للأساتذة المتعاقدين. الحكومة تقول اليوم يعني يشاركوا فقط في المسابقة ونحن نضمن لكم النجاح. هل سيتم فعلا المشاركة من قبل الأساتذة؟ أنت الممثل في بجاية، يعني ماذا يحصل في الميدان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. قناة المغربية، أهلا بك. أهلا بك. أولا نحن نؤكد على قبة الطاب نؤكد بهذه بمثل هذه المهاجم التي تعتبر هي شكل في تنظم من الحكومة الجزائرية ومن مسؤولة القطاع التربوية في الجزائر. لأن اليوم نشوف أن في يجيو البومرداس يعني كوفد رئاسي يقولوا رانا في بومرداس ودون جاردان بيبليك في حديقة تشبيلة ويتفاوضوا مع المتعاقدين من شكل اليوم النقابات اللي دخلت في الوساطة اليوم تحمل المسؤولية الكبيرة في الوضع اليوم اللي يعيشوا الأساتذة المتعاقدين. لأن الأساتذة كنا احنا كنا من الأوائل اللي ساندوا هذه الفئة اللي مشاو من بجاية حتى البدواو معاهم، واليوم تلحقنا البدواو جاوا اللي ركبوا الماشينة في الطريق وقلنا بكل صراحة يعني جاوا باش أعراض شخصية باش يتقدموا من وزارة لقضاء واش يحبوا عندها باسم المتعاقدين. حنا قد تصطف لمدد بهذه السلوكات غير نقابية حتى حقيقة وصل نظام نقابي في الجزائر مؤسف، لأن هذه مسيرة كانت مسيرة تاريخية، مسيرة اللي العمال كاع في الجزائر ولا سوسيتي سيفيل يعني دخلوا فيها كانوا متضامنين مع هذه الأساتذة المتعاقدين، لأنه فريمون كانت حركة عمالية كبيرة. لكن نبيل ما يطلبه المشاهدون هو قرار هؤلاء الأساتذة المتعاقدين الآن، هل سيقبلون بمثل هذه بين قوسين يسمونها رشوة؟ هل سيشاركون في هذه المسابقة؟ هذه رشوة ومساومات، حقيقة رشوة ومساومات، وحنا في نقابة الطب والمتعاقدين ما يقبلوهاش. لأن كيفاش جيل كما قلت لك هذه ما زال ديجا باش نتشاوروا في حديقة السنة في بومرداس ويقولوا روحوا ونعطيك 90%، هذه رشوة ديجا 900,000 اليوم مسجلين ديجا ما يقبلوهاش. كيفاش يعني تقول روح وندمجوكم 90% نعطي لكم الاخر؟ ديجا ما عندهمش باش مش يعطيو لهم، لان هناك اساتذه بارزون هضرت على بجايه هناك 16 اساتذه تاع الفلسفه. كاين امر اخر يعني باش نتقدموا. سي نبيل، سناباب دائما خرجت اليوم بيان وتنادي فيه بمسيرة في ولاية تيزي وزو على ما أظن أو في بجاية، تقول لا للعمل الهش ولا لمشروع قانون العمل، يعني لماذا تنظيم مثل هذه المسيرة في الفاتح من مايل؟ علاش احنا كنقابة مخطوطة منوين في نقابة لاسيكاتا يعني سانديكا اوتونوم دي ترافاير اون الجيري، يعني حنا كنقابة مطاب رانا مداويين تحتها ورئيس هو رشيد ملاوي. انا حنا من المدينة باش يكونوا النهار في ماي 1 ماي عيد عمان في حركة نديروا مسيرة عمالية لنبدو بهذا العمل الهش في كل القطاعات سواء الاقتصادي ولا العمومي، لان اولا كانت منظمه تكون المسيرة في وهران وفي اخر واخر مسار كانت كانت النقابه المنضويه تحت النظام ديجيتال اتحاد العام للعمال الجزائريين وراه قايم بالتري بارتيت في وهران، يعني جاوا باش يكسرونا. احنا ما نتكسروش، احنا نقابه سلاطات نقابه معروفه، واليوم نادينا العام اللي فات اليوم رانا دايرينها في بجايه باش نسدوا ديجا المتعاقدين هذو والتعاقد سيستم تعاقد كاين في جايه. يعني لماذا دائما منطقه القبائل؟ لماذا لم يتم في وهران مثلا كما ذكرت؟ لماذا دائما تيزي وزو او بجايه؟ انت تعرف النظام، علاش حنا خيرنا وهران وجاو هما وهران؟ هما يقدروا بالوسائل اللي عندهم يقدروا يخرجوا كل الناس يقدروا يشريوا الغالب، هذا هو النظام، يعني نعرفوا النظام هذا هو، راح وهران هما جاو وهران وباش يديروا تريبارتيت وباش يديروا بوليزاريو هناك ويحرروا الحوايج. حنا ما راناش نقابه اللي تنباع ولا تشرى، ما حبوش ندخلوا في صراعات اخرى مع نقابات اخرى، ما عندناش ما ندخلوا مع عناصر الامن. حنا رانا نقابه نديروا مسيره سلميه
على بالنا بنلقاو مشاكل مع القاعده تاعنا في وهران، يضربونا علاش باسكو هما داروا باش يديروا اللي جبتها في المكان، احنا للتفادي جميع هذو. نبيل فرق النيس شكرا جزيلا سي نبيل فرق النيس المكلف بالاعلام لدى نقابه اصناباب، كلمتنا من الجزائر. ينضم الينا الان من السويد سي نور الدين لقليل محلل في البورصه. ربما اذا مشينا الى الوطن، جريده الوطن تقول ان البنك الخارجي الجزائري جمع 20 مليار دينار من القرض الاجباري. يعني اوضعنا في الصوره، ما معنى هذا سي نور الدين؟ السلام عليكم سي عادل، ونشكر مشاهدي قناه الجزيره المغاربيه. شوف، يقولوا جمعوا 20 مليار دينار من هذه السندات. اولا بريميرمون سي سو سون لي انستيتيسيونيل كي اون اشتي، حاب يقول لي بانك كي اون اشتي هاد لي زوبليغاسيون تاع ليتا الجيريان، سكون ابل لي زونتران اوبليغاتير. مي البروبليم سي كو لا باز تاع هاد لا بوليتيك دو تاع لونتران اوبليغاتير الي فوس. دوك نقول لك علاش. بريميرمون ان انفستيسور كي سوا لوكال تاع الجزائر ولا تاع ان انفستيسور اترونجي بور اشتي لي زوبليغاسيون تاع ليتا الجيريان لونتران اوبليغاتير، il faut que cet investisseur, la première des choses qu'il doit avoir, c'est le rating de l'Algérie, c'est-à-dire la note financière de l'Algérie délivrée par les trois agences de notation financière, Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Malheureusement, on n'a pas une note financière. Donc, un investisseur, il ne peut pas connaître les paramètres réels de l'économie algérienne, parce que les trois agences ils sont spécialisées dans ce domaine, c'est-à-dire comment يعني لتسهيل الفهم الان سي نور الدين، انا واش فهمت ان الجزائر الان اصبحت امبارادي فيسكال، يعني جنه ضريبيه، والان فيه تهرب ضريبي لكل اللي حاب يغسل فلوسه ويجيبهم للجزائر الان، لان حتى هذا الوزير عبد القادر والي وزير الاشغال العموميه اللي راهو ينادي الان بعودة مشروع الهواري بومدين، مشروع الوحدة الإفريقية، يقول لهم أن الأموال ليس فيها رائحة، يعني من هب ودب ينجم يجي الآن من أجل إنقاذ الجزائر الآن اللي راهي تعاني من اقتصاد متدهور، أي أموال مقبولة الآن في الجزائر؟ هادو يا سي عادل بكل احتراماتي، يعني احنا جزائريين عايشين في الخارج ونحبوا الخير بزاف لبلادنا، ما تنساش باللي الجزائر اللي عايشين في الخارج حامين لبلادهم، سي دي ناسيوناليست، هذا معروف. الان نرجعوا لرياض محرز والانسه الان اللي راهي حاكمه، اللي راهي على راس اكبر نقابه طلاب في الجزائر، كاين 5 ملايين طلاب هي على راسها الان، لكن الان نرجعوا لها، لكن نبقاو في لي بارادي فيسكو. سي نور الدين وي شوف لي ديكلاراسيون تاع محمد كريم سي لو بي دي جي تاع لا بي دي ال لا بانك دو ديفلوبمون لوكال، لي ديكلاراسيون تاعو سون شوكونت. C'est choquant. Hadou, c'est les symptômes d'une république bananière. Hadou, mais les caractéristiques d'une république bananière qu'un PDG était une banque, il dit, Hada, en plein public, devant les journalistes, que l'argent n'a pas d'odeur. Et la banque accepte n'importe quel dépôt. On peut pas décrire les choses qui chauffent la déliquescence des institutions. Où sont arrivées nos institutions? Où aident les gens parachutés? Il y a des clèmes qui m'aident. C'est pas vrai, ça. Parce que c'est du blanchiment d'argent. Ni plus ni moins. Tu as dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que l'argent blanchi. C'est quoi ça? Irham Baba, qui a dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens. لكن نرجع الان، يعني ما باليد حيله، احنا رجعنا الان الى الخبر، نقول الخبر تقول الحكومه بحاجه الى برميل ب 87 دولار لمحاربه هذا العجز او مواجهه العجز المالي المقدر ب 15%. يعني واش تقدر تدير الجزائر؟ يعني نقول لك واش تقدر تدير الجزائر يا سي عادل، احنا ما عندناش ان ديبا. شوف، احنا لو ديبا رانا نديروه معاكم على القناه تاعكم المغاربيه، مسح لي ديبا هذوما فرونك
لي ديبا وين الانسان لهاد لي زيكسبير يجوا يهضروا بقلبهم، ماشي لي زيكسبير مشريين بالدراهم يجوا باش يفون لو شو في لي 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 شان دو تيليفزيون. لو كان كاينين ديبا نقدروا نهضروا. الجيري البروبليم تاع الجيري سي لو غاسبياج. شوف نحكموا برك لو كات على سوناتراك، علاش واحد ما يهضر على لو كات على سوناتراك؟ هاد لي زانفستيسمون كي سون اون تران دو سفير سون كونترول. Pour faire un investissement de 50 milliards, 60 milliards, il faut une étude, il faut une analyse, etc. Mais nous, avec dire des investissements, la Sonatrach, le Kenyak, par exemple, le cas de la Sonatrach, la caisse à la Sonatrach, le 31 décembre 2008, il y avait 21 milliards de dollars. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a personne qui parle de ça. هذا يعني لو غاسبياج لي بروجي تاع لوطوروت هادو سي سا كي 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 بوزي لو بودجي د ليتا سي با اون كيستيون تاع لي امبورطاسيون ايتترا لي امبورطاسيون بيان سور اون بو لي فريني. انت راك تقول يعني الحكام والمسؤولين في الجزائر هم يعملون ضد اقتصاد الجزائر، هذا واش راك تقول؟ بيان سور هذه حاجه باينه سي عادل، هذه حاجه باينه. شوف انا نعطيك مثال صغير، الشركات الجزائريه تاع الجزائر شي واحد يحاسب المدير تاع الشركه؟ كل عام شركات هادو روحوا ايزون دي بيرت انورم، نحكموا لو كات على سونال غاز شاك اني سي دي بيرت انورم، جامي قالوا للمدير اروح نهضروا معاك اون فو فوار دي كونت. يعني فهمنا في عنوان لسوار دالجيري تقول سوناتراك برودويغا بلوس دو بترول، يعني راح تضاعف الانتاج تاعها في سوناتراك. يعني ما الفائده من مضاعفه الانتاج والبترول راه في حدود 30 دولار اليوم؟ يعني لي زانفستيسمون تاع سوناتراك سي عادل ديل ديبار نحكي لك في لي زاني تاع شكيب خليل سيتيرا مون سيتي بيان ليبوك دو شكيب خليل، انا مانيش نشكرو ديما ولا، مي سيتي كوميم ان بو بيان. بصح بار لا سويت اون في دي زانفستيسمون. شوف نعطيك ان اكزومبل صغير في لو كون دي ريزولتا تاع سوناتراك بار اكزومبل، كاين ان شيفر يعيطوا له لو ريزولتا اور اكسبلوطاسيون. هاد لو ريزولتا اور اكسبلوطاسيون الى اكسبلوزي، تعرف شحال هاد لو ريزولتا؟ سي اون شارج، سي با ان برودوي، سي اون شارج. 4 مليار الحق 4 مليار دو دولار. تعرف شنو هاد لو ريزولتا اور اكسبلوطاسيون؟ لا سور فاكتوراسيون تاع هاد الشركات لي سوسيتي بريفي تاع مسيو فلان وفلتان اللي حاكمينهم مسيو فلان يفاكتيرو لسوناتراك افيك دي شيفر استرونوميك. هاو هاد لو شيفر، يا بيرسون يا اوكين بريس الجيريان كي بارل دو سا. انا جي اناليزي لي رابور فينونسي تاع سوناتراك دوبوي 2002 حتى 2010. علاش قلت لك انا جي يو ان استيم بور شكيب خليل؟ باسكو على ليبوك لا سوناتراك كانت كوميم تمشي، يعني ماشي شكيب خليل، هي كانت قضيه اسعار البترول. يعني اسعار البترول فاتت 140 دولار، يعني مش شكيب خليل، السوق كان يقول انه البترول غالي. يا سي عادل، يا سي عادل، ان 2005 ان 2004 2005 لو بري دو باريل نيتي با 120 دولار، il était à 50 40 ان 2004. je parle de 2004 2005 je parle pas de 2010 ou 2008 ou la 2009. نو انا مانيش نشكر لك في شكيب خليل، بصح راني نقول لك اني هذا ستان اكزومبل، هذا لو ريزولتا اور اكسبلوطاسيون. لو كان برك لا سوناتراك لي ديريجون تاع لا سوناتراك يفون فير ان بلون دو داسينيسمون، ها هنا لالجيري فا غاني بوكو دارجون. غير في لا سوناتراك اون بو ايبارني دي مليار دو دولار. مي هنا هذا هو المصيبه تاع لالجيري، سي كي ان غاسبياج. لو غاسبياج اي لامبونيتي، سي تادير مدير يدير واش يحب، ما نشرعوه ما نحوسوا عليه، اون با با ايسيي دو سي لو غاسبي. انا بور ما سي لو غاسبي. لكن اليوم خبراء يقول لك الجزائر بحاجه ل 87 دولار، وانت مديت يعني النظره تاعك تقول ان البترول ما يفوتش 50 دولار مع نهايه السنه. الى اين ستتوجه الجزائر، خاصه وان اليوم نقراو في الوطن الصندوق الوطني صندوق النقد الدولي يقول ان الجزائر ما بقالهاش الا 92 مليار دولار، يعني اقل من 22 شهر فقط لتشد بها الجزائر. يعني الى اين هي متجهه بعدها؟ شوف يا سي عادل، نهضرك بكل صراحه، لي بريفيزيون تاع لو اف ام اي، انا موا ميم جيتي تورني با لو باسي في 2011 2012، سو سون دي بريفيزيون كي سون افيري فوس ايروني. بون دونك جو بار دو سو برانسيب، سو شيفر نو بو با اتر فري. بار كونتر سي اون كونتينيو سيت بوليتيك ايكونوميك تاع هذا الوقت تاع ا بو بري تاع لو كور تيرم تاع اجري منا وحط نوفيل لوا ايتترا، اون بو كومونسي ا فرابي على لابور دو اف ام اي دون دو زون دون تخوا زون. هذه حاجه باينه،
Il n'y a pas une, قلت لك, il n'y a pas une vision, la plupart des experts, ils le disent, il n'y a pas une vision. لا, لكن الآن دابا باش تدق في باب الأفامي, هل الأفامي يعطي لك أولا؟ ما يعطيكش. تعرف شنو كان دوك لو كان تروح للأفامي؟ La première des choses, tu sais quoi le FMI, ils disent les trois agences de notation financière, ils vont faire un rating à l'Algérie. هو الحاجة الأولى اللي يقولها لك, يقول لك علاش لغيت المادة 87 مكرر, لا؟ تاع المادة 87 تاع واش؟ 87 بيس اللي تقول أنه يعني 87 بيس عملتها عملها الصندوق صندوق النقد الدولي, كانت متبعة لعدة سنوات ثم لغاتها الحكومة يعني قبل سنة فقط. صح. دوك نقول لك لو اف ام اي كيما لا بنك مونديال هاد لي انستيتيوشن فينونسيير انترناسيونال يفو تاني الانسان يكون شويه واقعي ويحط رجليه فوق الارض, يفو با يعني بروندر لي انستيتيوشن كوم يعني دي زونج سور تير. نو هما بيان سور كيس كيفو لا بروميير دي شوز, يقول لك يفو فير دي ريفورم ايكونوميك. لي ريفورم ايكونوميك سويفون لور اجندا. واش حاب يقول ريفورم ايكونوميك؟ ايا شركه كامل خرج الخدامين من الخدمه, حاجه الاولى يفو اسينير ليكونومي. بصح اسينير دو سيت مانيير راديكال لي دومونديها لو فامي سي با يعني دون مانيير بلو كليمونت, وين لو سوسيال يفو با سوسيال تنساه, لي زالوكاسيون فاميليا تاع الناس, ليد او بوفر ايتترا. مي لو فامي يقول لك نحي هاد الشيء هذا, سي سا لا بوليتيك تاع لو فامي لي كونو. دونك il faut pas y aller prendre au sérieux à 100% ce que le FMI dit, mais bah ça il y a une urgence actuellement, il y a une urgence que il faut lancer des réformes économiques صح à travers. انت واش رايك انت كمحلل البورصه الان؟ الجزائر توجهت الى الجهه او المعتقل الروسي الايراني السوري, يعني هل هذا هو الحل الاقتصادي الناجع في نظرك؟ شوف يا سي عادل, يعني في الروس ما كاش في الروس سياسه اقتصاديه, عندهم في الروس عندهم ان كابيتاليزم سوفاج, نهضر لك بكل صراحه, عندهم لي زوليغارك ايتترا. دونك سي با ان اكزومبل ا سويفر باش تقولي ليكزومبل ايكونوميك روس سي ان اكزومبل, جو نو سوي با داكور. ولكن احنا لازم نشوفوا شوف لا بروميير دي شوز, انا نقول لك يعني دون مانيير ان بو بلو سامبل, علاش ما يديروش ان فون création d'un fonds algérien pour rapatrier les cadres algériens qui vivent à l'étranger. حيطلهم يا صاحبي لي كادر تاع السوناطرا كامل هربوا لي بي دي غولف. لازم ينحوا الماده 51 من الدستور. بارك الله فيك سي نور الدين القليل المحلل في البورصه, كلمتنا من السويد. ننتقل بحضراتكم الى الصحف المغربيه, معنا زميلنا من هناك نبيل عبد اللوي. اهلا بك, او عفوا نذهب الى تونس اولا مع غفران الحسيني. اهلا بك غفران. عادل تحية إليك وإلى كافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الشروق والتي تابعت الأزمة التي تشتد بين وزارة الصحة ونقابة الصحة تحت عنوان المأزق إيقاف الزواغي واتحاد الشغل يتحرك. تابعت الصحيفة ما أذن به الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد يوم أمس بإيقاف الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بجهة صفاقس عادل الزواغي رفقة 4 نقابيين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. وكتعليق سريع على هذا القرار, قال الزواغي ثقته كبيرة في العدالة ولا مجال لعسكرة المستشفى. وماذا يقول أن القرار اتخذ على خلفية القضية التي تقدم بها المدير الجهوي للصحة العمومية وباشرتها الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية والتي بينت الأبحاث فيها أن لجنة طبية مشكلة من إطارات سامية وعليا بوزارة الصحة حضرت في الفترة الأخيرة لتدارس الوضع بالمستشفى ومتابعة تنفيذ البرنامج المعد للنهوض بالخدمات الصحية. وفي نفس الإطار اليعقوبي يفتح النار على العايدي والنداء يتضامن مع الوزير. كتبت الشروق أن ارتدادات الخلاف بين وزير الصحة سعيد العايدي ونقابة القطاع ذهبت إلى أشغال البرلمان, حيث عبر نواب كتلة النداء أن أمس عن امتعاضهم مما اعتبروه تهجما على وزير الصحة وتشكيكا في وطنيته.
وطالت بعض المداخلات من النواب التي كانت في شكل نقاط نظام ما كتبه لسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي في تدوينة على صفحته في الفيسبوك، جاء فيها أنه تبدأ انتفاضة أعوان الصحة ضد سفير فرنسا بوزارة الصحة التونسية سعيد العايدي. هذا التصريح أثار ردود أفعال من نواب النداء لم يكونوا معزولين في هذا السياق عن تصريحات لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي ضد وزير الصحة، وأبدوا تضامنهم مع الوزير ضد هذه التصريحات أو ما اعتبروه متن غير مبررة. في موضوع آخر كذلك من الشروق، رئيس الجمهورية نعم لضرب دواعش ليبيا. تابعت الصحيفة تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حديثه لصحيفة إيطالية أنه مع التدخل العسكري الخارجي لداعش الإرهابي في ليبيا على أن تكون الضربات الموجهة ضد هذا التنظيم من خلال عمل دولي إرهاب الجنوبية لتونس. وعبر قائد السبسي في حوار أجراه مع صحيفة إيطالية نشر نهاية الأسبوع تطلع إلى عودة الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن الإرهابيين الذين يهاجمون تونس يأتون من هذا البلد. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح والتي تابعت الردود الفعل التي عقدتها جمعيات إسلامية وأئمة خطباء ضد ما اعتبروه هجمة على القرآن الكريم واعتداء على المقدسات، وذلك تحت عنوان أئمة وجمعيات إسلامية يدعون لسن قانون يجرم الاعتداء على المقدسات. كتبت الصباح أن المعركة اليوم هي معركة تأويل الدستور وتنزيله في قوانين، وهي معركة نمط اجتماعي. بهذه الجملة علق عضو الجمعية التونسية للأئمة المساجد شهاب الدين تليش على السجال والجدال الذي أثير أخيرا حول تدريس القرآن الكريم في المدارس بين النخب الفكرية والأكاديمية والفقهية والدينية. واعتبر المشاركون في هذه الندوة التي حملت عنوان القرآن يجمعنا والتي نظمتها يوم أمس بالعاصمة الجمعية التونسية للعلوم الشرعية والجمعية التونسية للأئمة المساجد أن البلاد تعيش على وقع حملة هستيرية يقع شنها على أعظم مقدسات الإسلام وهو القرآن الكريم. وعبر أغلب المتدخلين في الندوة من أئمة وشيوخ من بينهم مفتي الجمهورية السابق حمد سعيد والرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى عبدالله الوصيف عن استيائهم الشديد من وصف القرآن بأنه مرجع للإرهاب والتكفير ولذلك لا يمكن تحفيظه لأبنائنا، ودعا أئمة المساجد وعلماء تونسيون إلى سن قانون يجرم الاعتداء على المقدسات الإسلامية في البلاد. ختاما صحيفة التونسية أجرت حوار مع وزير التجارة تحت عنوان لا مساس بأسعار المواد المدعمة ولا خوف على رمضان، حيث أكد محسن حسن وزير التجارة لصحيفة التونسية وجود رغبة روسية قوية في تدعيم علاقات الشراكة مع تونس، مشيرا إلى أن موسكو تدعم بقوة إرساء منطقة تبادل حر بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوراسي وهي روسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وأرمينيا. كما أبرز الوزير في الحديث الشامل الذي أدلى به للتونسية أن موقع تونس الجديد لها إمكانيات استئناف مفاوضات قريبة مع الولايات المتحدة بشأن منطقة التبادل الحر، قائلا أن تونس قادرة على الدخول في هذه المفاوضات نظرا لموقعها الاستراتيجي، وكشف عن مخطط حكومي شامل لغزو إفريقيا، مؤكدا أن تونس طلبت مؤخرا انضمام إلى 3 مجموعات اقتصادية إفريقية لتدعيم حضورها في القارة السمراء. وفي حديثه عن الأسعار قال أنه لا مساس بأسعار المدعمة كما يروج البعض، معتبرا أن الوزارة قد أخذت بعين الاعتبار الاستعدادات التجارية والاقتصادية لشهر رمضان المعظم، قائلا أنه لا خوف على رمضان وقد أخذت الحكومة الإجراءات التي من المفترض أن تكون أن تؤمن عفوا شهر رمضان القادم على صعيد الاستهلاك. هذا زميلي عادل أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت اليوم. غفران الحسيني مراسل القناة المغربية من تونس لك من جزيل الشكر، وإلى الصحف المغربية ومعنا زميلنا من هناك نبيل عبد اللوي. أهلا بك نبيل. مرحبا بك زميلي عادل وبجميع السادة المشاهدين.
أبرز العناوين التي تصدرت الصحف المغربية الصادرة اليوم نستهلها بيومية الحركة. وزارة الصحة تكشف دخول 400 حالة إصابة بالملاريا إلى المغرب، حيث أفادت وزارة الصحة أن المغرب سجل خلال الخمس سنوات الماضية 400 حالة إصابة بالملاريا المستوردة التي تم الكشف عنها في صفوف المسافرين القادمين من الدول الموبوءة، موضحة أن هذه الحالات تم تشخيصها والتكفل بها مجانا داخل المستشفيات العمومية. وذكرت الوزارة في بلاغ رسمي لها أنه وبفضل المجهودات التي قامت بها رفقة شركائها تمكن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا من السيطرة على انتقال المرض، حيث انخفض عدد حالات الإصابة بهذا المرض من حوالي 30 ألف حالة سنة 1965 إلى حوالي 100 حالة في أواخر التسعينات، موضحة أنه منذ ذلك الحين وضعت استراتيجية للقضاء التام على الملاريا بالمغرب، حيث لم تسجل ببلادنا أي حالة ملاريا متوطنة منذ سنة 2005. نتحول إلى يومية لوماتا الشرق الطريس، يدعو وزراء الداخلية المغاربيين إلى التنسيق في مواجهة تهديدات الإرهاب في الساحل والصحراء، حيث قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرق الطريس بتونس خلال أشغال مجلس وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي أن الاجتماع يعتبر فرصة سانحة لوضع تصور عام لمكافحة مختلف التهديدات التي تحدق ببلدان الاتحاد المغاربي بل ورد استراتيجية مشتركة. وشدد الوزير على أن بناء الفضاء المغاربي ظل دوما يشكل أولوية بالنسبة للمغرب الذي تحته رغبة حقيقية لتفعيل الاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه. كما أكد الوزير على أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية المغربية لن تدخر جهدا من أجل تفعيل وتعزيز التعاون الأمني مع نظيراتها في الدول المغاربية وفق مبدأي المسؤولية المشتركة والثقة المتبادلة. نختتم جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم بيومية رسالة الأمة. برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة يستقيل من مجلس النواب خلال جلسة مساءلة بن كيران، إذ أقدم نائم برلماني ينتمي إلى فريق الأصالة والمعاصرة المعارض على تقديم استقالته من مجلس النواب، وذلك خلال جلسة عمومية أمس مباشرة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية. وأعلن محمد شرور وهو نائب عن دائرة والماس استقالته أمام رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وأعضاء فريقه احتجاجا على ما أسماه فشله في تلبية حاجيات ساكنة والماس التي يمثلها. وكعنوان أخير، فرصة أخيرة لإنجاح الحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي، والحكومة تعلن سلة هدايا للعمال من جانب واحد، إذ تعود اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي إلى الاجتماع غدا بعد فشل لقاء أمس الاثنين في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والبطرون والنقابات. وقال ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح للجريدة إن أي تقارب بين وجهات النظر لم يحدث، وأضاف أن لقاء اليوم سيبرز ما إن كانت هناك إمكانية لوجود توافق أو الإعلان عن فشل الحوار الاجتماعي. هذا زميلي عادل، أبرز العناوين التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم. نبيل عبداللوي شكرا جزيلا لك، وندعوكم الآن لتتبع ما جمعناه لكم من رسومات كاريكاتورية. تابع. نأتي إلى نهاية برنامج قناة الصحف، لكم مني ومن طاقم العمل معي أجمل منى.